سلام، أنا ابن حتوتة برحلة لكل دولة بالعالم، وهاي الدولة 92. والله محتاج إجازة. ما هو أصعب ما يواجهه ابن حتوتة في السفر؟ لا بحب أسافر على مهلي. فيعني استعجلوا وزروها قبل فوات الأوان. جوازي العزيز، آسف إني مغلبك معي وبلفلف فيك العالم. كم دولة صارت زائر؟ 93. قربوا على 100. قربوا قريبا جدا. إمتى يعني؟ بعد كم شهر؟ يعني على بداية السنة الجديدة إن شاء الله. أوكي، طب منيح، فكرت تقولي بعد كم يوم. لا بحب أسافر على مهلي. وابن حتوتة كشف لـ ETV بالعربي إن الدولة رقم 100 هتكون في العراق. يعني ما زرت العراق؟ لا لسه، فهيك بدي تكون رقم مميز لدولة مميزة. فأكتر من 2,044,000 شخص بيتابع سفريات ابن حتوتة على اليوتيوب اللي بقى لافف في دول العالم، وبيعرف الناس على عادات وتقاليد كل بلد. شو أكتر دولة من 93 دولة، أكتر دولة هيك معلقة بذهنك وبتحبها كتير؟ روسيا. والله فاجأتني، يعني كانت غير التوقعات، شعب أطيب بكتير مما تخيلت، خصوصا منطقة القوقاز. الناس هناك كتير طيبة، الطبيعة حلوة، الأسعار رخيصة، الحياة حلوة بشكل عام، فحبيتها. يردانيا. كلاس. سبيسيبا. الواحد بسافر سفرة واحدة برجع تعبان، في بده إجازة بعد الإجازة. صح. أنت كيف تتعامل مع هذا الوضع؟ والله محتاج إجازة. بس لما أخلص دول العالم إن شاء الله. تعبت من الطيارة، بس شو بدي أعمل؟ 15 طيارة هذا الشهر. الطيارة اللي وراي مش طيارة عادية، هاي الطيارة بتاخدك رحلة بالزمن لمبارح. ما بتحس إنه خلاص أنا تعبت من كتر السفر، إنه يعني خاصة ربطت على 100 دولة، بتحس إنه خلاص بدك تاخد بريك؟ والله لا صراحة، خلاص عندي جول وبدي أوصله، هاي الشغلة تحفزني دائما. شو هو الجول؟ كل دول العالم. هذه بوابة الجحيم، أحكي لكم ليش وجهي مضوى؟ هنا الجحيم. وصحيح انه بقى لافف في نص دول العالم، والمفروض السفر يكون حاجه سهله عليه، لكنه بيواجه صعوبات كتير. اكثر صعوبه حاليا يمكن الفيز، خصوصا للدول اللي بدك تروح تقدم في السفاره وتقدم اوراق، ولازم اروح على الاردن عشان اقدم. هاي بالنسبه لي كتير بتغلبني، لانه بكون مثلا في جزر الوقواق وبدي ارجع على الاردن عشان اقدم فيزا دوله جنبي، فاهم؟ يعني بكون وصلت آخر الدنيا ومحتاج أروح على الأردن عشان أقدم فيزا للدولة اللي جنبها. والصعوبة من بعد الفيزا هي نوعية الأكل اللي بتكون موجودة في كل بلد بيزورها. أكيد بشتاق، بس بنفس الوقت بالنسبة لي المطبخ الشعبي خلص بتبناه، بصير بحس إنه هذا هو أكلي بهذا الوقت، زي أهل البلد. صح، عن جد الشوربة رهيبة، يعني واضح جدا إنه أكل هون أكل بيت. واللي بيتابع ابن حتوتة هيلاحظ إن معظم سفرياته بتكون لوحده من غير ما ياخد حد من أصدقائه مشاهير السوشيال ميديا. ما بتفكروا متى هيك تعملوا سفرة كلكم مع بعض؟ ممكن يأثر على المحتوى تبعك. سفرات اليوتيوبرز شوي صعبة، فيعني صعب الواحد يوتيوبر يسافر مع يوتيوبر تاني، خصوصا لما يكون نفس نوع المحتوى، فبنشوف بعض. شو الصعوبة؟ ليش صعب يكون؟ شوف، اليوتيوبر دائما لازم شخصيته تكون طاغية بالفيديو، فلما يطلع اكثر من يوتيوبر مع بعض بنصير مزعجين. الصراحة. شو رأيكم؟ مستاهل القصة؟